بسم الله الرحمن الرحيم. جايين في فيديو جميل جدا. عن ايه يا دكتور محمد الفيديو؟ الفيديو يا حبايب قلبي عن زياده اوزان الفراخ. بس الزياده بقى ايه؟ لا مش اي كلام. الخلطه دي انت تعملها بعد 25 يوم كل يومين مره. يعني عملت الخلطه دي النهارده، بكره ما اعملهاش، بعده اعملها، يعني كل يوم ويوم هتجيب معاك نتائج ممتازه. الخلطه دي عباره عن ايه؟ الخلطه دي بسيطه جدا وسهله جدا ومش هتكلفك تقريبا في حدود 10 جنيه وهتزود عندك الوزن، بس الوزن هيزيد بشروط والخلطه لها شروط. فاسمع الفيديو للاخر ولايك جميل بقى في البدايه واشتراك جميل عشان تفهم تربيه الدواجن صح. الاول اعرفك بنفسي، انا محمد رضا طبيب بيطري، غرض الارتقاء وعايز افهم كل الناس تربيه الدواجن الصح ايه. ده غرض يا جماعه، فما تنسونوش بقى باللايك الجميل والاشتراك الجميل. نبدا الموضوع بالصلاه على افضل خلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه واتم التسليم. وهقول لكم الخلطه دي عباره عن ايه. الخلطه دي عباره عن، هنجيب يا جماعه اول حاجه معلقه زبادي، ادي علبه الزبادي اهي، احط معلقه زبادي، معلقه على السقايه 6 لتر او سقايه 4 لتر، معلقه شاي صغيره من علبه الزبادي. طيب بعد ما حطيت معلقه صغيره دي من علبه الزبادي، احط عليها يا جماعه، احط عليها معلقه عسل، يعني معلقه عسل على معلقه زبادي على ايه؟ على السقايه 4 لتر او ال 6 لتر. اعمل الخلطه دي من بعد عمر 25 يوم، اعملها كل يوم ويوم. يعني انت عملت الخلطه دي النهارده بالليل، بكره ما تعملش، اعمل بعده، هتجيب معاك نتائج ممتازه. بس انت متعود مني على حاجه، الخلطه دي لها اضرار، لها اضرار. اسمع الفيديو الاخر عشان تعرف الاضرار ايه، لان الخلطه دي ممكن تنفعك وتزود الوزن وفي نفس الوقت ممكن تعمل لك خساير. هتخسرك ايه؟ هتكلفك كتير. ازاي تكلفني كتير وانت بتقول عسل وعلبه الزبادي مش جايبين تقريبا 10 جنيه؟ عايزين نفهم الموضوع ازاي. الموضوع بسيط جدا، بس اول حاجه يا ريت تنزل تشترك في القناه ولايك للفيديو، وهعمل لك عرض جميل. لو انت بتربي فراخ اكتر من 100 فرخ، 200 300 500 10000، بنتابع معاك دوره الفراخ من عمر يوم لحد البيع. بيبقى انت كل يوم بتصور لي الفراخ فيديو وانا بقول لك بنعمل ايه وبكلمك فيديو في العنبر، وبنتابع يوم بيوم. لو عندك اي مشكله بنحلها. ده نظام وعرض جميل جدا للناس اللي بتربي فراخ، بحيث ان احنا عايزين نرتقي ونعلى بالليفل بتاعنا. طيب النظام ده ليه مقابل مادي بسيط، والمقابل ده لو انت بتربي 100 فرخه فالمقابل 8 فرخه، وقلنا ده كتير وفي ناس كتير جدا مشتركه معانا. فلو انت حابب انك تشترك معانا كلمنا على الرقم 011-55-88-3254، او ابعت لي رساله واتس وقول لي دكتور محمد انا عايز اتابع مع حضرتك، وعندي 100 فرخ، عندي 200، عندي 5000، 10000، وهنتابع مع بعضينا حتى لو انت في اي دوله، سواء كنت في مصر او في دوله اخرى. طيب احنا قلنا الخلطه بس ما قلتش مميزات الخلطه. مميزات الخلطه ان العسل يا جماعه غني جدا بالحديد والمغنيسيوم والكالسيوم، فالتلات عناصر دول بيزودوا لي التحويل بمعدل متوسط، مش بيزودوا لي بمعدل كبير بس بيساعدوا في زياده معدل التحويل. انا هختصر عشان وقت الفيديو يبقى قليل، فهحاول اختصر المعلومات دي. رقم واحد، وخلصنا من العسل ومش هنقول فيه اكتر من كده، ان هو في 6% بروتين وفيتامينات وعناصر مهمه جدا لنمو الفرخ. دي كده خلصنا منها. خلصنا، خش على الزبادي. الزبادي بقى يا حبيب قلبي غني ببروتين اسمه الكازين، والبروتين الكازين ده مهم جدا برده في عمليات البناء. مش بس كده، ده في حاجه اسمها الوي اللي هو الشرش، والشرش ده برده مهم جدا في زياده الوزن لانه غني باحماض امينيه وبروتينات ونيتروجين. طيب الفكره بقى فين؟ الفكره ان برده الزبادي مش بس بيزود لي الوزن عن طريق النقطه دي، لا، الزبادي بيزود الوزن عن طريق ان هو بروبيوتيك. يعني ايه بروبيوتيك؟ ما انت الفرخ بياكل علف من علافه، العلف ده دخل جوه امعاء الفرخ. مين اللي بيهضم العلف جوه الامعاء؟ بكتيريا نافعه هي اللي بتهضم العلف وتحوله لبروتين ولحم. طيب البكتيريا النافعه دي، الزبادي لما تستخدمه بيزود عدد البكتيريا النافعه، فمعدل الهضم هيزيد ومعدل تحويل اللحمه هيزيد، وبالتالي انت كسبت. فهمت الفكره ماشيه ازاي والليله ماشيه ازاي؟ هي دي الفكره بكل بساطه. تربيه الدواجن بسيطه وسهله جدا، بس محتاجه حد يكون بسيط وفاهم وشغال دماغه. بس الخلطه دي ممكن تضرني، ممكن تضرني. ده بقى هنا تشغيل الدماغ والفهم. الخلطه دي ممكن تعملك اسهالات بدرجات البني، يعني بني فاتح، بني غامق، الاسهالات بني. طيب فانت لو انت بتعمل الخلطه دي طبيعي يزرع عندك اسهال، فما تقلقش، فده بسبب ايه؟ الخلطه اللي انت بتعملها. الخلطه دي تستخدمها بعد عمر 25 كل يوم ويوم، هتجيب معاك نتائج ممتازه. ولو الخلطه دي ممكن تستخدمها من بعد عمر اسبوع في تربيه الفراخ، استخدمها في الاسبوع مره او مرتين بالكثير، هتجيب معاك برده نتائج ممتازه. وبكده نكون وصلنا للنهايه. ولو انت مش مشترك معايا في القناه فانت فايتك كتير جدا، يا ريت تنزل تدوس اشتراك ولايك جميل. وبنحاول نقصر وقت الفيديوهات، كل ده عشان خاطركم، فما تنسوش بقى باللايك الجميل والاشتراك الجميل. ونختم الموضوع بالصلاه على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.